دكتور، في واحد من لقاءاتك قلت على الرجل الذي يفكر في التعدد أن يفكر لوهلة إذا أرادت المرأة هي أن تعدد ويعيش إحساسها. ما أروعك، لكي نرفع الرقي. ليس بعض الناس بمجرد يتعدد أنت ظلمتيني وأنت آذيتيني وما ارتحت معك عاطفيا ولا جنسيا وكذا، لكي يبرر نفسه التعدد. يا سيدي، المرأة الراقية يمكن أن تعامل بطريقة مختلفة غير الراقية، حتى هي لا يناسبها هذه الطريقة. قررت التعدد، هل هيأت نفسك له؟ ثم بعد أن تهيئ نفسك تهيئ الأخرى لذلك التعدد إن كنت مضطرا ومحتاجا لذلك التعدد. التعدد جزء منه المتعة وأكبره الهم، خاصة جزء منه المتعة. نعم وأكبره الهم، لمن لا يحسنه، ومن يحسنه يكون أكبره المتعة وجزء الأصغر منه هو الهم. طيب، مثل التعدد يا مفرع، طيب هل التعدد يكون معلنا أم سريا؟ في حالات كثيرة سري. ما أروعك، ما الأنسب في حالات يجب أن يكون معلنا؟ وزي ما قال العلماء أن التعدد عموما يجب يحرم كذا في حالات مثلا، وفي حالات يجب أن يكون سريا. لو كان هدف التعدد هو المتعة، واحد تزوج له وحده هم 40 سنة، عنده 5 6 أولاد وهو عنده أولاد، وهدف المتعة الجنسية، وهو متزوج من سيدة مجتمع محترمة راقية نبيلة وضعته بين عينيها، احترمت من النذالة الإعلان عن ذلك الزواج إن لم يكن شرطا عند الثانية. إن لم يكن شرطا، نعم، يعني بإمكانه يخبئ إذا ما كان يريد أن يعلن. قد يكون هو المثالي تماما. أجبابنا وأجداده كانوا يسافرون يشتغلون المكان ويتزوجون ولا يخبرون زوجاتهم، ثم يرجعون بالزوجة أو لا يرجعون بها، تلك قضيتهم، لا أؤيد ولا أرفض، إنما أصف هنا. لكن ماذا تقول عن الزوجة التي عدد عليها وهي لم تعرف؟ من قال أن هذا عيبا؟ من قال أن هذا عيبا؟ إذا كان الإخبار يرفع مكانتها الاجتماعية فلتخبر الرجل، وإذا كان الإخبار ينزل مكانتها الاجتماعية فاتق الله في المرأة الضعيفة. طيب جاك.